تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد أحمد روح الدين، تنطلق اعتبارا من يوم غد الأربعاء وعلى مدى 4 أيام منافسات بطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الأولى، وذلك على ميدان بيت العرب في مركز الجواد العربي بمنطقة صبحان. حول هذه البطولة يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو كل من مشعل سالم المصباح مدير عام بطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة، ومحمد منصور الصافي مدير الشؤون التنظيمية لبطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة. صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا. صبحت الله بالخير. بداية نوجه سؤالنا حق أستاذ مشعل، ودنا تعطينا نبذة عن هذه البطولة في نسختها الأولى. طبعا في البداية صبح عليك الأخت أميرة وصبح على الأخوة والأخوات المشاهدين. البطولة طبعا بطولة جمال الخيل العربي تكررت في السنوات، يعني على مدى صار لها أكثر من 10 سنين وإحنا تدار يعني في الكويت. نعم. السنة هذه النسخة الأولى لنا إحنا كشباب كويتيين ومعنا الأخت ماهر الرميح نسأل الله يذكرها بالخير. قررنا أن نسوي البطولة ونقيمها لأول مرة في ميدان بيت العرب مركز الجواد العربي، أنا وأخوي محمد والأخت مهل رميح في نسختها الأولى، والحمد لله لاقت يعني على استحسان مربين في الكويت. نعم. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله فيها. إن شاء الله الله يوفقكم. الله يسلمك. أستاذ محمد، كم عدد الخيول المشاركة في منافسات البطولة؟ والله حاليا عدد الخيول تقريبا 450 راس اللي تم تسجيلها حاليا. وطبعا هي المفترض تكون أكثر من هالعدد هذا، ولكن الوقت ما يسعفنا. نعم. نكمل وننتظر إن شاء الله البطولة الجاية إن شاء الله راح تكون في عدد أكثر من العدد السنة هذه إن شاء الله بإذن الله. طيب أستاذ محمد، شنو هي الفئات أو المسابقات اللي تتضمنها البطولة؟ هي الفئات طبعا عندنا سنة وسنتين وثلاث سنوات لسبع سنوات وفوق. نعم. والمسابقات شنو؟ تقصدين الجوائز ولا تقصدين خلينا نقول مثلا المسابقة على شنو تعتمد أو شنو هي مقاييس الجمال بالخيل العربي؟ هي مقاييس كثيرة في الجمال، أعتقد الأستاذ مشعل بعد هو عنده خبرة أكثر في هالأمر. نعم. بالنسبة لمقاييس الجمال. نعم. وأعتقد يمكن يقدر يفيدك بعد أكثر إن شاء الله. عيل تقول لنا أستاذ مشعل مقاييس الجمال طبعاً. يعني أنا بنفسي عندي فضول أعرف شنو مقاييس الجمال. في مقاييس الجمال عندنا المنظمة نفسها اللي هي منظمة الخيل العربية أصيلة حطت 5 بنود على أثرها يصير تقييم الخيل. نعم. مثلاً اللي هو التايب اللي هي الهوية العربية. الحصان تكون فيه هوية عربية، التايب هذا له تقييم خاص فيه. وفي عندنا الهيدانك اللي هو الرأس والعنق. هذه لها تقييم. نعم. وكذلك بادي اند توب لاين اللي هو الجسم والانسياب العلوي للخيل. نعم. وكذلك الليجز اللي هي القوائم، ان تكون القوائم قويه وما فيها مثلا اي اختلال او اي ميلان. نعم. وكذلك الموفمنت اللي هي الحركه، حركه الجواد في الميدان. نعم. طيب استاذ مشعل، هذه البطوله يعني تقام على مدى 4 أيام كما علمنا، وهي تكون بذلك الاطول زمنيا على الصعيد المحلي خلينا نقول، فلماذا نستغرق كل هذا الوقت؟ مثل ما قلت لك اول شيء اللهم لك الحمد، احنا قبل لا نكون منظمين للبطوله احنا مربين، انا واخوي محمد احنا مربين خيل. نعم. وشاركنا في عدة بطولات، شاركنا في باريس وحققنا ميدالية. نعم. وشاركنا كذلك في مونتن وحققنا يعني حققنا مركز ممتاز. جميل. وكذلك السنة هذه في بداية شهر 3 حققنا في بطولة الشارجة ميدالية فضية. نعم. فإحنا يعني شفنا وحول العالم كله سواء في أوروبا أو في الخليج وتابعنا البطولات، لذلك اجتهدنا واشتغلنا من يعني من صار لنا 4 أشهر وإحنا نشتغل على الأمر واجتهدنا كل واحد في عمله، يعني في عندنا الأخت مها الرميح مثلا في الأمور المالية والتسويقية، أخوي محمد في الأمور التنظيمية، فكل واحد اشتغل في مجاله واللهم لك الحمد، لذلك يعني صار العدد كبير بحكم أن احنا واقفين لفترة طويلة في الكويت بخصوص الوباء، عسى الله
يبعدها عنا ويشفي مرضاه. اللهم امين. فكان متوقع هذا العدد، وباذن الله السنه الجايه يعني راح يكون العدد اكبر من هذا ان شاء الله باذن الله. وطبعا جهودكم جميله يعني اعتمادا على تجاربكم الشخصيه وان انتم تقومون في مثل هذا الشيء. استاذ محمد، المشاركه في البطوله ستكون مقتصره يمكن على نوع معين من الخيل العربيه او انها متاحه لكل الانواع؟ لا طبعا هي متاحه لكل انواع الخيول العربيه، وما في اقتصار على خيل معينه. نعم. طيب هل المشاركه بس مقتصره على اللي موجودين بالكويت ولا هم في مشاركات من خارج الكويت؟ لا في مشاركات بالخارج، لكن احنا عندنا مشكله شويه في الكويت بالذات بالنسبه للحجر الصحي. وان شاء الله يكون لها حل سريع في النقطه هذه بالذات. للاسف الحين الخيول اللي تجي للكويت المفترض منها ان تحجر لمده شهر، ياخذ منها فحص دم، ولما تطلع النتائج سليمه ما فيها اي شيء تروح اذا كانت المسابقات ولا مكان اخر. لكن للاسف في الكويت ما عندنا احنا، يعني نتمنى انه يكون هذا يكون في حل لها سريع. ما في عندنا محاجر خاصه حق الخيل، محاجر صحيه للخيل. فلذلك لو كانت مفتوحه يمكن اعتقد ان كان العدد وايد اكثر في هالبطوله. نعم اكيد اكيد بكل تاكيد. يعني هي مقتصره هالنسختها الاولى من دول الخليج. طبعا عندنا من اخواننا من قطر وفي من السعوديه، هذا لا بس اساسا كانت خيلهم موجوده، هي اساسا موجوده داخل الكويت. نعم نعم. استاذ مشعل، ماذا عن لجان تحكيم مسابقات البطوله؟ هل ستكون من حكام محليين بالكويت ولا في مشاركات من حكام من خارج الكويت؟ طبعا الحكم الكويتي يشرفنا انه يحكم في بطولتنا، شلون لا، وهو يعني في الامارات يحكم يستدعونه، وفي اوروبا يستدعونهم حكامنا الكويتيين وعددهم كبير ماهم شوي. ولكن احنا في بطولتنا بما ان المهرجان في الكويت لرفع الحرج يعني عن الاخوان، لان تحكمنا فيهم كلهم علاقات اخويه وصداقه وكذا، فتم اختيار حكام اجانب من اوروبا. نعم. تقريبا جايبين احنا 10 حكام للبطوله، ومشينا على امر يعني في المنظمه نفسها في الايكاهو انها تشطب اعلى واقل درجه في المهرجان عشان نحافظ شوي ان البطوله تكون فير قدر الامكان. نعم. شنو الشروط اللي وضعتها اللجنه المنظمه المشاركه في هذه البطوله استاذ؟ الشروط اللي وضعتها اللجنه المنظمه من اجل المشاركه في هذه المسابقه؟ هي في شروط طبعا تعتبر شروط عامه، وفي شروط خاصه بالنسبه للموضوع الخيل، يعني ما في شروط مختصره مثل على شيء معين، يعني مفتوحه يعني حق الخيول ان خيل تكون هويه عربيه، اعمار مسجلة معينه، اعمار طبعا الاعمار اللي قلت لك انا ذكرت لك اياها في سنه وسنتين وثلاث واربع. نعم. لسبع وفوق. نعم. هذه اشتراطات معروفه يعني عالميه. ما هل تكون يعني كل فئه عمريه لها يعني مسابقه بروحها ولا؟ نعم نعم نعم. تجمعون كذا فئه عمريه مع بعض؟ لا لا لا، نعم، في من عمر سنه لسنتين لثلاث سنوات. نعم. يعني من سنتين لثلاث سنوات من الاعمار هذه لسبع سنوات، من سبع سنوات مفتوح لهذه كلها ويا بعض. نعم. طيب الجوائز اللي راح تقدمونها للخيل والمرابط المتنافسه في البطوله شنو هي؟ طبعا احنا بنذكر شغله قبل موضوع الجوائز، احنا عندنا في البطوله وفرنا كذا امر ممكن يكون جديد في عالم الخيل. احنا وفرنا العراض اللي هو الهاندلرز اللي يدش في الحصان في الارينا، احنا موفرينه مجانا لكل المشاركين. نعم. وفرنا يعني تم التعاقد مع 5 عراض، 2 من ايطاليا، 1 اسباني، و2 من فرنسا، حساباتهم مدفوعه بحيث انه يشارك في البطوله مجانا لكل اللي اشتركوا معنا في المهرجان. نعم. فبالنسبة للجوائز، الجوائز عندنا تعدت 65,000 دينار جوائز. نعم. المادية. وكذلك عندنا جوائز عينية تعدت 30,000 دينار. وعندنا كذلك شركات قدمت جوائز، وقدموا المحلات يعني والمطاعم قدموا جوائز كوبونات، والشاليهات كذلك قدموا لنا يعني كوبونات. فمن برنامجكم هذا احنا ندعو الجمهور بالالتزام بالاحترازات الصحية وكذلك الحضور، لأن في عندنا مسابقات وفي عندنا كذلك مهرجانات راح تليق يعني إن شاء الله وتنول على أرضاكم جميعا. نعم. أنا ودي أستفسر كم جائزة فيه
يعني انت قلت المبلغ اللي حاطينه بس في كل كلاس، في كل كلاس عندنا جائزه. يعني الكلاس الواحد مثلا الحين في اليرلينج الفيليز اللي هم المهارات عمر السنه اللي راح يفوزون 5 نعم في الفئه الواحده. بس بالعمر هذا عندنا عدد كبير، فاربع اشواط لعمر السنه المهارات، فمنهم راح يفوز 20 جواد. يعني فالعشرين كلهم راح ياخذون على جواد، كلهم يعني على جواد. يعني في خلينا نقول خمس فئات. لا احنا 24 شوط عندنا في المهرجان. نعم. فال 24 شوط كلهم فيهم جوائز ماديه وكذلك جوائز عينيه، وعندنا في النهايات اللي هي الابطال اللي تاهلون لها كذلك عندنا مبالغ اعلى من مبالغ الاشواط. جميل جدا. طيب ماذا عن الحضور الجماهيري استاذ؟ اي نعم. هل سيكون متاح للجميع في ظل نعم يعني الظروف الصحيه اللي احنا قاعد نمر فيها؟ نعم متاح للجميع. طبعا في اشتراطات صحيه لابد الالتزام فيها. نعم. موجوده هي طبعا لبس الكمام، التباعد الاجتماعي، التطعيمات تكون ماخذها بالكامل، في اجهزه فحص هناك حتى الجرعه التنشيطيه. نعم نعم. لا الجرعه التنشيطيه المستحق على الجرعه التنشيطيه طبعا. نعم. اللي هو مستحق على الجرعه التنشيطيه هذه لا طبعا لازم لابد ان يكون ماخذها. طيب هل يعني يجون على طول للمكان ويدخلون عادي ولا في تسجيل اونلاين؟ لا لا يدشون على طول، واحنا منظمين هناك نظام التباعد الاجتماعي الموجود هناك، لبس الكمام، الاجهزه، جميع المداخل الموجودة في بيت العرب عليها رقابة وأجهزة فحص بالكامل. نعم. يعني ما راح تكون الموضوع سهل شوي. نعم. عرفتي هي راح تبدي غدا إن شاء الله بإذن الله على مدار 4 أيام. نعم. من الساعة كم إلى الساعة كم؟ في أول يوم يوم الأربعاء إن شاء الله راح تكون من الساعة 3 لغاية الساعة 10 بالليل. نعم. باقي 3 أيام راح نبدأ من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 بالليل. نعم. طبعا نشكر وجودكم معنا ضيفينا الكرام، كل الشكر لكم. في الاستوديو معنا مشعل سالم المصباح مدير عام بطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة، ومحمد منصور الصافي مدير الشؤون التنظيمية لبطولة الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة. شكرا لوجودكم معنا بالاستوديو. شكرا. أجل الله. شكرا.